معي من الموصل لؤي أمين، مراسل أخبار الآن في نينوى. لؤي مساء الخير، أي جديد ممكن أن نعرفه منك؟ والمشهد على الأرض، هل هو يعني في بوادر تغير تلحظونه هناك يوما بعد يوم مع كل هذه التطورات التي نتحدث عنها؟ نعم، مساء الخير ميسون. العمليات العسكرية منذ أن بدأت في مرحلتها الأخيرة لتحرير ما تبقى من أحياء في الجانب الغربي يبدو أنها تسير بشكل مغاير ومختلف عما كانت سابقا. الآن تبدأ بوتيرة متسارعة ويتم تحرير الأحياء مباشرة. بعد التحرير يتم التطهير والسيطرة ومسك الأرض من قبل الشرطة الاتحادية. اليوم حصل هذا الأمر في حي الهرمات الأولى وكذلك في شقق الهرمات التي هي أيضا هذه الشقق تعتبر حي كامل. وأيضا وصلت القوات الأمنية إلى مشارف حي الاقتصاديين وحي 17 تموز، هذا الحي الذي سقط أول الأحياء التي سقط في 10 حزيران عام 2014 بيد تنظيم داعش، ويمتلك رمزية ومكان استراتيجي وموقع استراتيجي لأنه يطل من جهته الشرقية على الجسر الخامس وكذلك على الجهة الأخرى المجمع الطبي أو مدينة الطب، ومن الجهة الغربية يطل على حي الزنجيلي. وأصبحت الآن القوات الأمنية من الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية بتماس مباشر مع جهاز مكافحة الإرهاب في حي الصناعي في حي وادي عقاب، أي صناعة وادي عقاب الذي تم تحريره أيضا هو اليوم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، والتي يعادل 3 أحياء بحجمها وكبرها، وتم الاستيلاء على عدة معامل للعبوات الناسفة لصنع العبوات الناسفة وكذلك السيارات المفخخة. اليوم وصلت القوات الأمنية على مشارف حي 17 تموز وأيضا على شارع 60 الذي يفصل كل هذه المنطقة القديمة عن الأحياء الجديدة. وهناك تغير آخر اليوم في العمليات، الشرطة المحلية اليوم ألقت القبض على 3 من عناصر داعش الذين فروا من ثكناتهم في حي 17 تموز. هذا منحنى آخر أن داعش بدأ ينهار ويترك مواقعه أمام القوات الأمنية. وأيضا حسب تصريح القائد الأمني لأخبار الآن، القائد الأمني يعني رفض ذكر اسمه، ولكن من القادة البارزين العسكريين على الأرض قال أن قطعات داعش في حي 17 تموز وخط دفاع داعش تم تدمير غالبه. نعم. وبدأ ينهار، وأن في الساعات القليلة المقبلة ستشهد يعني منعطف آخر عمليات تحرير نينوى. وبالمجمل أن العمليات قال أكد أنها لن تستمر أكثر من أسبوعين وسيتم إعلان تحرير كامل الجانب الغربي من مدينة الموصل. نعم، شكرا لك. من الموصل لؤي أمين، مراسل أخبار الآن في نينوى.